اهلا وسهلا بنات، مرحبا بكم معايا اليوم في لايف جديد. كيف العاده كل سبت لايف دي زارتيك لي غزالين وشي حاجه لي صح والعمل الباش ودي برومو لي غزالين. اول حاجه غنبدا لكم بها هي هاد السنيسله هادي لي لابسه ديال الخريشات، فيها سبعه ديال لي بوندونتيف. شوفوا لي اللبسه ديالها كيفاش كتجي، فريمون كتجي واعره، فيها جوج ربعة ستة سبعة ديال التعليقات. الثمن ديالها 950 درهم، 950 درهم هاد السنيسله هادي بالخريشات. وبالنسبه للحلقات ديالها شوفوا لي كيفاش كيجيو، كيجيو رائعين البنات، حتى هما الخريشات الثمن ديالها 1000 درهم. فوالا البنات اونصومبل كيجي غزال وزوين، الحلقات 1000 درهم والسنيسله 950 درهم. حاولوا اي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين وتواصلوا معنا في الخاص، هو الواتساب ديالنا 0680004977. مريم عندك سيت ايبان ديش هي النمره. المهم البنات حاولوا اي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين تواصلوا معنا في الخاص، اي حاجه سواء في الميسنجر في انا دايره لايف ولا في الانستغرام ولا الواتساب اللي هو هذا 0680004977. هكا ولابسه ليكم هنايا مارياج ديال 3 دي. شوفوا لي كيفاش كيجي، شي حاجه اللي استعماليه وديال ديما هاد المارياج هذا البنات. الثمن ديالو 1500 درهم، 30000 ريال. مارياج اللي غزال وديال ديما، هذا ديال الناس اللي كيبغيو يلبسوا شي حاجه ديما فريمون واعر وصحيحه البنات، شي حاجه للصح والعمل. الثمن ديالو 1500 درهم، 1500. لا 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 هنا هنا بلاتي كيعطيوك هايا لي جروب هنا كتبارطاجي بحال هكا وكتحيد. ولابسه ليكم هنايا دومي دوا ديال الخميسه في حجيره في البيض. شوفوا ليا كيفاش كيجي هاد دومي دوا هاد هكا وكتمشي لاخر تاني بحال هكا. الثمن ديالو 800 درهم. شوفوا لي البنات هاد دومي دوا البنات، بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم باش كلشي يشوف دي زارتيكل اللي موجوده ليكم اليوم. انا شي حاجه اللي غزاله طوب البنات. شوفوا لي دومي دوا ديال الخميسه الثمن ديالو 800 درهم، 16 ريال. شوفوا شوفوا لي كيفاش كيجي، فريمون كيجي صحيح ورائع البنات. الثمن ديالو 800 درهم اللي هي 16 ريال. ولابسه ليكم غورميت، شي حاجه ديال ديما. شوفوا ليا لا غورميت خريشات كيجيو قاصحين. لاشين ديال البنات هضروا شويه، لاشين ديالهم اللي صحيحه، لي بوندونتيف اللي صحاح، شي حاجه اللي غزاله. الثمن ديالها 3100 درهم. الواتساب ديال البنات ها هو ايبانغ لهنا 0680004977. حاولوا تبارطاجيو اللايف البنات، كلشي شوف دي زارتيكل اللي موجه لكم اليوم شي حاجه اللي واعره. راه كت بالجهد فوالا. الخريشات البنات ديال لا غورميت راهم قاصحين صحاح. صافي طلعت لي ايبانغلي. صافي سير تكمل فوالا البنات، حاولوا ديروا لي هاد كريم فريمون غورميت اللي صحيحه، والله ما تندموا عليها هاد لا غورميت هادي، ما غاديش ندموا عليها نهائيا. ولابسه ليكم هنايا لا باغ ديال الكلو، الثمن ديالو 900 درهم، ولا غورميت ديال الكلو حتى هي فوالا. شوفوا لي تقدري تسديها في العوينه اللي بغيتي على حساب اليد ديالك، والبوندونتيف راه كيجي صحيح. الثمن ديالها 2100 درهم، ولا باك الثمن ديالو 900 درهم. ام سعد بخي غورميت غافينيتي، انا نوريها لك ام سعد، حيت كاينه صغيره وكاينه كبيره، 3500 وكاينه شي 5000 وشي حاجه. جنة الريحان اهلا وسهلا. لا غورميت هذه 2100 درهم، وكاينه ديال الخريشات الثمن ديالها 3100 درهم. هذه تقدري تسديها في العوينه اللي بغيتي على حساب اليد ديالك. شوف شي حاجه اللي واعره بلاتي بانجلي النمره. الواتساب هو هذا البنات 0680004977. السنيسله اللي لابسه انا ديال الخريشات الثمن ديالها 950 درهم. شكرا الثمن ديالها 950 درهم. لي بوكل ديالها البنات حتى هما كيجيو اونصومبل اللي واعر، الثمن ديالهم 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. اونصومبل اللي واعر البنات، شي حاجه ديال ديما. نجات هذه الثمن ديالها 950 درهم، 950 درهم البنات.
حاولوا اي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين وتواصلوا معنا في الخاص. المهم هذا لونسومبل هذا لاباك 900، لا غورميت الثمن ديالها 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. غادي نكمل لكم بلي غورميت وغادي نوريكم اول حاجه هاد الخلخال ديال رجل، يعني البنات اللي كيبغيو خليخيلات ديال رجل اللي كيجيو خفاف. شوفوا كاين هذا في خمسة ديال التعليقات مع درجيله، طبعا الحال راه كل خلخال تجي فيه هاد الرجيله هادي راه كيجيو فنين واعرين. بغيت ديال 800 درهم ياك باقي صيفط لكم في الخاص. وين جات مازال ها هو الخلخال ديالها الثمن ديالو 1000 درهم، هي هادي الثمن ديالو 1000 درهم، كيجيو فيه لي بوندونتي في لي صحيحين الثمن ديالو 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. وغنوريكم الخال ديال السنيسه اللي لابسه انا، واش كل حاجه وثمنها في سلسله الحلقات والغورميت. حسنا بالنسبه هذه الثمن ديال 950، الحلقات الثمن ديالهم 1000 درهم والغورميت 900 درهم. وغنوريكم الخال ديال هاد السنيسه اللي لابسه انا، نفس لي بوندونتيف. شوفوا كيفاش كيجي مع رجيله كتجي نازله. شوفوا لي لي بوندونتيف فريمون كيجيو واعرين وصحاح البنات، شي حاجه اللي صح وصح والعمل. وفي هنايا عندك ثلاثة ديال العوينات، أربعة عندك أربعة ديال العوينات اللي تقدر تسدي على حساب الدريات. شوفي داكشي ديال، شوفوا البنات هنا كاينين أربعة ديال العوينات فين تقدري تسديها، الثمن ديالو 1100 درهم. اللي جاني هادي ايه 1100 درهم، هذا 1100. اختي مارياج، مارياج قشور الحوت، من الاحسن دوزي عندي اون بريفي باش نوريه لك. اللي كيجيو في الوصف معلومات بس مد الامل، حاولي تخلي لي ميساج في هاد المرة هادي ولا في الميساجر ولا الانستغرام غادي نجاوبو. كوني هانيه في لي كومونتير باش كيطلعوا لي بالزربه. المهم ما عرفينش هذا ولا هذا ندير في الانستغرام. لا لا هذا غير حاطه حدايا. ممكن تبيعوا لينا ليا غير البوندونتيف ديال الولد والبنت بوحدو، حيت عندي السلسله خديتها من عندكم. نجات حاولي دوزي عندي اون بريفي، حيت ضروري كيكون ديك العوينه ملي كتدخل السلسله خاصه يكون داك الانو يكون كبير شويه، خاصه نوجدوه ليك. الخاتم اللي دايره لابسه انا هاد المارياج الثمن ديالو 1500 دومي دوا 800 درهم، وكاين هاد الكلو الثمن ديالو 900 درهم. في الكومونتير باش كيطلعوا بالزربه. سهام مرحبا، الف مرحبا، ورينا مارياجات بلا حجر. كاين هذا اميره ابيها، كاين هذا 3 دي، هذا بلا حجر، هذا فريمون مارياج وصحيح. هذا بغيتي شي حاجه ديال ديما ديريها ديما 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 ما تحيديش، ننصحك انا بهذا والله العظيم الا صحيح وقاصح، هذا قاصح. نكملوا في الخليخلات، هذا ديال رجيلات الثمن ديالو 1100 درهم، 1100 هذا ديجا راه برومو دابا غير ب 1100 درهم. وغنوريكم غورميت ديال دق البره حاليا 2000 درهم البنات، راه جات ناقصه هذه المره 2000 درهم 40000 ريال. درت كوموند هاد يومين. مانوليتا حاولي حاولي تواصلي معنا فين دوزتي لا كوموند ديالك، صيفطي ليها ميساج قولي لها بغيت نعرف لا كوموند ديالي فين واصله باش تاكد لك حتى هي فين كاينه. ورينا ساسة الحضور فردوس، من الاحسن دوزي عندي الخاص حيت انا موجده هنا دي زارتيكل شي حاجه اللي خفيفه. راسك راه تقوتي وجدتي ليا نسيت كاع ما حسبتهم. ورينا نحسبهم اواه صافي خلي بلاتي ونور. لا انا دايره الصغار ولكن لا هادو لا انا داويه لك الكبيره. واش باغا تجمعيهم؟ لا واش هادي الكبيره؟ هي دي الكبيره راه معلقين هي شيو. فين كاينين حسنا المحل ديالنا البنات؟ راه كاين في مدينه سطات بالضبط في قصريه رجاء الشاويه، وكنديروا التوصيل فابور فابور البنات في المغرب كامل من طنجه للهويره. توصلك لا كوموند ديالك عاد تخلصيها، وراه كيكون عندكم ظرف ديال 24 ساعه وصلك لارتيك عجبك في ديك اللحظه قلتي واو عجبني عجبني عجبني، كتكون عندك 24 ساعه ما اقتنعتيش به ما بقاش عاجبك كتواصلي معنا، ما خاصكش تفوتي 24 ساعه كترجعي لينا. بغيتي تبدلي بحاجه اخرى مرحبا، بغيتي فليساتك كنصيفطوهم ليك، كنقصوك غير لي فري دي ليفريزون باش صيفطنا لك حنا المره الاولى فقط.
التوصيل ناري ايمان عاد كيقول لي الناس توصيل برا المغرب كيبقى فيا الحال. الناس راه ما عندناش الحق نصيفطوا برا المغرب والله ما كرهنا حتى حنا، ولكن الغالب الله شوبار متوسطه شحال الثمن ديالها؟ فيها 42400 درهم. السلام عليكم، انا شهرين وقلب بغيت تقولي مازال ما جات حشومه. لا ما يمكن شهرين. نوال نوال حاولي تواصلي معنا في هذا الواتساب هذا باش نشوف المشكل فين كاين. سلمى المحل ديالنا راه كاين في مدينه سطات وكنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل. بالنسبه لا غورميت ديال دك البرا لاشين ديالها كتجي غليظه ديال شوبار نازله منا هذه الخميسه هذه. فوالا كيفاش كتجي هادي تيو دوزي دوزي. الثمن ديالها 2000 درهم البنات، 40000 ريال غورميت. شوفوا لي اللور ديالها كيفاش كتجي، شي حاجه اللي صح والعمل. شوف شي حاجه اللي صحيحه وديال ديما. غادي نوريكم اش غادي نوريكم لي باغ واش ذهب. وي فاطمه الذهب 18 كاره اللي كاين في المغرب كامل لي كور دو ما. ها هو كاين هذا الثمن ديالو 750 درهم، كيجي على هذا الشكل هذا 750 درهم. كاين حتى في الغوج، هذا راه كاين حتى في الغوج 750 درهم. وغلبس لكم انا هذا الكوردون هذا غير ب 300 درهم. لا بسمه الامل انا نجاوبك في الميسنجر ولا في انستغرام. المهم راه بحال بحال فيما بغيتي دوزي لا كوموند ديالك راه ما كاينش مشكل. بحال بحال البنات الكوردون ديال لي بول بالجوهر، شوفوا لي البنات فيه 10 ديال لي بول، الثمن ديالو 300 درهم. 300 درهم اختي راه ما بقى ما دنبش يشري الذهب. والله يجيب يجيبها فاطمه وتاخذي من عندنا الذهب. الثمن البولات مع السلسله تاع البنات زينب حاليين كاع ما موجداهم، خلي لي ميساج في الخاص وغادي نصيفطهم لك. بالنسبه للدومي دو ديال الخميسه الثمن ديالو 800 درهم. فوالا الكوردون الثمن ديالو هذا 300 درهم، 300 درهم البنات اللي هي 6000 ريال، 6000 ريال. غادي نوريكم نوريكم لي دومي دوا، غنوريكم لي دومي دوا اللي كاينين في ستوك. فوالا كاينين هادو، شوفوا كيفاش كيجيو، نقلبهم باش يجيو باينين مزيان. ها هما البنات هادو 3 ديال لي دومي دوا، كيجيو واعرين واعرين وانيقين. بالنسبه للحلقات اللي لابسه انا ديال سنيسلا 1000 درهم، 20000 ريال، سنيسلا 950 درهم. المهم البنات اي حاجه بغيتوها خلي لنا ميساج غير في الخاص. كاين هذا ديال نجيمات 600 درهم، هذا 800 وهذا 900. نعيط حتى نمسكوها سوي. هذا 900 درهم، فوالا شوفوا هادو 900 درهم 800 وهذا 600. حاولوا ديروا ليهم سكرين واي حاجه بغيتوها البنات تواصلوا معنا في الخاص اي حاجه بغيتوها. بغيت براسلي ديال دك البرا شحال داير اميمه؟ كاين داير شي 3100، 3100 الا بغيتي راه نوجدوه لك. اميره كلثوم مرحبا الف مرحبا. خاتم انا ناصح موجد لكم لونسومبل كامل غادي نوريه لكم غير خليكم معايا. المهم هذا 900 800 وهذا 600 درهم. وغادي نكمل لكم لي باغ. كاين هذا شوفوا لي هذا الموديل هذا كيفاش كيجي، كيجي واعر 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 غزال. سلام بغيت فاتين. اميره ما كايناش اليوم فاتين. شوفوا لي لا باك هو طاي كبيره شويه عليا، المهم راه كيجي غزال. شوف شوفوا لي لا باك كيفاش كيجي البنات، فريمون باك لي واعر. الثمن ديالو 1600 درهم، 1600. واش كاين التوصيل للمغرب كامل؟ وي فاطمه كنديروا التوصيل فابور في المغرب كامل من طنجه للقويرش، وصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك. اهلا وسهلا فاتحه. واجي هنا
هذا البنات الثمن ديالو 1600 درهم. شوف لي الجناب ديالو كيفاش كيجي، كيجي غليظ وصحيح. 1600 درهم. غادي نوريكم كاين لاباك 3 دي حتى هو كيجي بومبي على هذا الشكل هذا، الثمن ديالو 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. واش كاينه غورمي دلعنق شي حاجه ثقيله ومزيونه عافاك والثمن شحال؟ موجودين لي غادكو، انا غنوريهم لكم البنات. مريم غير خليك معايا اون فوا نوصل لي غادكو غنوريهم. هذا ديال 3 دي الثمن ديالو 1000 درهم 20000 ريال. هاد لاباك هذا حاولوا البنات ديروا ليه سكرين. بلاتي عاد شبيت بيوضه ما عرفتش مناش كتجي. شوفوا كيفاش كيجي، الثمن ديالو هذا 20000 ريال. او غنوريكم لاباك ديال مشارابي. شوفوا لي لاباك ديال مشارابي حتى هو كيفاش كيجي البنات. شوف الثمن ديالو 1800 درهم. عافاك لا ما جاوبي السلسله ديال نيلو شحال دايره. الثمن ديالها 900 درهم ديال نيلو بوحدها. شوفوا لي مشارابي كيفاش كيجي داير. شوفوا لي لاباك كيفاش داير، كيجي غليظ البنات. الثمن ديالو 1836. الله يخليك. هاد النيم ديالكم شكون كيجيو فيها واتساب؟ اميره هادي فيها كوتشر، هادي تجاوبك كوتشر. هذا 3 دي بشحال من جنود الخفاء؟ 3 دي شحال؟ لاباك هذا الثمن ديالو 1000 درهم، هذا 20000 ريال. واش ذهب؟ انا ما غنجاوبكش بعدا. هذا هادي ولا هذا ولا هذا؟ غادي نبلوكيك حيت نعقلت على الكومونتير اللي قلتي قبل. نقول 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 سيري 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 فكريني نقول لك. ختي بشحال كورميطه اللي في يدك؟ كاينه هادي ديال الكلو الثمن ديالها 2100 درهم، ديال هاد الكوغدون هذا ديال الجوهر 300 درهم، وبالنسبه ديال الخريشات سهام تترجعي ما تترجعي ليا بعدا. لا كورميط خريشات الثمن ديالها 3100 درهم، هادي 62000 ريال. غادي نكملوا لي باك. المهم هاد لي باك اللي كنوريكم شي حاجه ديال ديما ديريها ديما. او غافينيتي لا باك غافينيتي الغني عن التعريف. فوالا شوفوا كيفاش كيجي. شوف شوفوا لي لا باك ديال غافينيتي كيفاش كيجي. الثمن ديالو شديتي قيطي تمام. الثمن ديالو 2300 درهم، 2346000 ريال. هذا 46. واش ذهب؟ وي نور ذهب 18 كاره اللي كاين في المغرب كامل. فما كنتي في المغرب توصلك لا كوموند ديالك حتى لعندك. بالنسبه غافينيتي البنات 2300 درهم، هذا 46. غنوريكم باك اللي خفيف ديال بنانه. كاين هذا ديال البنانه شوفوا كيفاش كيجي، الثمن ديالو 850 درهم. عرفت الكومونتير عزيزه بحال سميتي عفاك شي سنيسله طويله 60 سنتيم شحال دايره الله يسهل عليك. كاينه عزيزه الايبي شوفي حسبي لي هذه حسبي لي جنات سمراء الهلي خطيك امال. وي حبيبه هادشي كامل ذهب 18 كاره اللي كاين في المغرب اللي في عنقي سنيسله اللي في عنقي الثمن ديالها 950 درهم، هادي 950 درهم. بالنسبه لاباك ديال البنانه 850 درهم، هذا 850. واخيرا باك ديال الكلاش غنوريكم لاباك ديال الكلاش بحال هكا بعدا باش تشوفوا كيفاش داير. الثمن ديالو غير 1100 درهم، شي حاجه ديال ديما. سلامة زوينة ربي يحفظك وبيجي طوب لهلي خطيك يسري رشيدة لهلي خطيك. واش فيهم لي طاي سارة؟ أي خاتم فيه لي طاي جيست مرحبا وألف مرحبا لهلي خطيك. سولي مريم
الثمن ديالو 1100 درهم 22000 ريال. هاد لاباك هذا 22000 ريال ديال الكلاش. ودابا غادي ندوزو لي مارياج. الناس المقبلين على الزواج ولا شي وحده بغات تزيدها شي مارياج، اختي كاين برومو في سوطوار. مش دالي لكم انا واحد سوطوار، ماشي سوطوار طويل، ميني سوطوار. صافي شحال في الطول باش ناكد شحال. اول مارياج معانا في هاد اللايف هو لا ثاني مارياج، ويلي راه ديجا وريت ماشي قدي غنوري لكم بحال هاكا ديال الرادكو بالحجر 2200 درهم. هذا واش كتشريو الذهب ديال باكستان؟ لا عزيزه حنا عندنا في المغرب 18 كاره، لا ما كاينش لا قل لا اكثر. 66 صافي 3800 حسنيه حسنيه. حصلتي اللايف اللي فات كنتي، هاد اللايف كاينه، اللايف اللي قبل ما كنتيش. عافاك شحال دايره الخاتم ديال الكلاش مريم 1100 درهم 22000 ريال لاباك ديال الكلاش. بالنسبه هاد المارياج هذا المهم راه طاي صغير عليا انا، غادي نلبسها غير بحال هكا. الثمن ديالو شوفي ملي كتلبس الحاجه عاد كتبان كثر. الثمن ديالو 2200 درهم 44000 ريال. غادي نوريكم هذا موديل ثاني، الثمن ديالو 2100 درهم. شوف 2100 عافاك شحال دايره الخاتم. ويلي قريت الكومونتير كنعاود نقرا فيه. واخيرا كاين هذا الموديل هذا 2200 درهم 44000 ريال. يعني حاضر عزيزه كل شوفوا شوفوا حشنا كل هنا خطيك حسنيه. شكرا لكم الناس بزاف على الكومونتير الغزالين. بالنسبه السوطوار اللي بغات السوطوار كاينه هادي فيها هاد لي بول هادو راه حتى هما ذهب. راه كاينين بزاف كيسولونا واش دوك لي بول حتى هما ذهب؟ البنات حنا كنديرو كلشي ذهب، ما كايناش شي حاجه ماشي ذهب. هاد لي بول هادو شوفوا ليا البوندونتيف كيفاش داير، الشناتين والدنادين. هذا البنات الثمن ديالو 3000 درهم، هذا 60000 ريال. ماريا ناريا ماريا لا حبيبتي ما كاينش فوالا. هاد السوطوار هادي الثمن ديالها 3000 درهم 60000 ريال هاد السوطوار. وغنوريكم دابا لي براسلي، غنوريكم هاد لا كوليكسيون ديال لي براسلي كيجيو غزالين. وهذا راه موديل، هادو دي موديل لي جداد. كاين هاد الاول هذا الثمن ديالو 7700 درهم. شوفوا كيفاش كيجي، انا غادي نلبسو لكم باش تشوفوه كيفاش كيجي في اللبسه ديالو. غزلان هاد السنيسه اللي لابسه انا الثمن ديالها 950 درهم 950 درهم. شوفوا ليا كيفاش كيجي هاد لو براسلي هذا، فريمون قاصح صحيح قاصح وصحيح وشي حاجه لي براتيك. الثمن ديالو 7700 درهم. غنوريكم الموديل الثاني شوفوا كيفاش داير، حتى هو كيجي قاصح البنات. عرفتي غير فاش كتشديه كيبان لك صحيح. شوفوا كيفاش داير خاتم كلو سهام، هذا الثمن ديالو 900 درهم 900 درهم 18000 ريال. وغنلبس ليكم الموديل الثالث الثاني 10600 درهم. هادشي زوين الله يعطيكم الصحة. عافاك فين كاين المحل ديالكم كريمة؟ المحل ديالنا راه كاين في مدينة 16 وكنديرو التوصيل فابور في المغرب كامل. عزة الغزالة راكي من ورا الهلا يخطيك. شحال وصل الجرام حاليا؟ داير شي 540 550 درهم. ديرنا شي برومو في الجماهير صغير وراه كانت 1000 راه دابا دايره 950. قضي غرض وقضي غرض احس حنية. ايوا شوفوا ليا البغاسلي ديال الرادكو، شوفوا ليا البغاسلي ديال الرادكو الثمن ديالو 11800 درهم.
11600 10600 7700 درهم. نقيس ليك سوطواغ مرحبا الله يودي على الراس والعين. لي بوكلي لابسه انا منى ديال السنيسه اللي لابسه الثمن ديالهم 1000 درهم. شوفوا كيفاش كيجيو 1000 درهم الثمن ديالو. ها هي السوطواغ 3000 درهم 60000 ريال. غادي نوريكم دابا لي زون نكمل لكم السنيسلات. سيت عندي واحد السنيسلات هنا كنا غنساوهم. السنيسلات شي حاجه ديال ديما البنات. شوف كاينه هادي هاد النجيمه هادي 1100 درهم 900 درهم. مريم شوفي شوفي 1100 هادي 1100 درهم. وهاد الشميشه هادي 1200 درهم. ورينا السلسله قشر الحوت. شكرا عزيزه الله يودي مرحبا عائشه. ونشوفوا اونصومبل القشور والحوت. جيهان تعطيني معاك السلسله قشور الحوت تبارك الله هادشي كامل. شوفوا السنيسلات هادي ديال نجيمه 1100 درهم. عزيزه عافاك جاوبيني شحال داير راد كل غرام. امي هدايه على حساب شحال خديتي فيها من غرام يعني قد ما خديتي غراماج طالع راه كتحسب لك بثمن قل. بالنسبه السنيسله ديال الشميشه راه برومو دابا البنات غير ب 1200 درهم 24000 ريال. شوفوا لي البوندونتيف 24 وهذه 1100 درهم. ودابا غادي نوريكم براسي لابسه انا دريال شويه هذا 7700 10600 وراتكو 11800 درهم 11800. دابا غنوريكم لي زونسومبل. شوفي هذا اللي شفتيه اكس اكس اكس. شوفوا لي البنات هاد لونسومبل هذا ديال البنان بزاف ما كاينش شي واحد ما شي وحده ما كتبغيش البنان ما كاينش شي وحده ما كتبغيش اونسومبل ديال البنان واخا فيه الحجر راه لبستو واعره. شوفوا لي سنيسله 2400 سنيسله 1500 درهم ولي بوك اللي 2400 درهم. انا غادي نلبسهم ليكم باش تشوفوهم. خاتم لكلوا اسماء 900 درهم. انا غادي نلبس ليكم السنيسله مع الحلقات باش تشوفوهم كيفاش كيجيو في اللبسه. واش ذهب؟ وي ذهب 18 كارا اللي كاين في المغرب كامل. عرفتي هذيك اللي كانت باغا السنسله 60 سنتيم كاع موريتها لها. بالنسبه للسيده اللي بغات تشوف سنيسله طويله كاينه هذه قلتي فيها 66 ياك لا 66 سنتيمتر الثمن ديالها 3800 درهم. هذه 3800 راه كتجي طويله. شكرا. سنيسله ديال القشور الحوت الثمن ديالها مريم قشور الحوت شحال دايره 1000 الثمن ديالها 1000 درهم. قشور الحوت 1000 درهم. وبغيتك زقه باش تبان فوالا مع لاشين ديال الفرصه الثمن ديالها 1000 درهم 20000 ريال. الكورميت اللي في يدي هذه ديال الكلو 2100 وديال الخريشه تقدري تسديها في العوينه اللي بغيتي الثمن ديالها 3100 درهم. سنيسله هذه ديال ميني محبوبه الجماهير الثمن ديالها 950 درهم. حاولوا البنات ديروا ليها سكرين. الواتساب ديالنا راه ايبانغلي 06 80 00 47 77. اي حاجه بغيتوها تواصلوا معنا في الواتساب اللي كاين هنا 06 80 00 47 77. هادو ذهب ويسيها ماشي كامل ذهب 18 كاره اللي كاين في المغرب.
غادي نلبس لكم سنيسله ديال بنانة حتى هي. بالنسبه لي بوك اللي لابسه انا 2400 درهم، 48 الف ريال. سنيسله 1500، لبسي سنيسله ديال 66. مرحبا مرحبا فردوس، غير خليكم معايا. فوالا لونسومبل كيفاش كيجي ديال البنانة. سنيسله 1500 درهم، لي بوكل 2400. شوفوا لي لونسومبل كيفاش كيجي، فريمون كيجي غزال. غورمي 3 دي شحال دايره؟ المهم هي كتبدا من 1200 درهم. عائشه غير حاولي دوزي عندي الخاص ونصيفط لك لي موديل، حيت كاينه 2200 3000 صافي، و 2200 3000. حاولوا ديروا لي سكرين البنات. الواتساب ديالنا راه ايبينغ 086 80 49 77. الى ما كاينش واحد صغير، لا بالنسبه للبنانه كاينه الكبيره ب 3100 درهم هي اللي كاينه. ودابا غنوريكم 3D. طبيعة الحال غنلبس ليكم سنيسله مع الحلقات 3D. واش ممكن ناخذ سلسله ديال الحضور ممكن تاخذي سنيسله بوحدها غير هي باش تعرفوا ملي كتاخذي. مثلا هاد السنيسله هادي دايره 1200 درهم ياك، خديتي السلسله بوحدها وبوندونتي بوحدو راه كتقام عليك غلا. ملي كتاخذيهم مجموعين كتقام عليك رخص، كتكون ناقصه شي حاجه. فوالا ها هو 3D. الكورميت اللي في يدك هذه ديال الخريشات 3100 درهم. شوفوا لي البنات لونسومبل ديال 3D كيفاش كيجي. شوف لي بوكل 1600 درهم، سنيسله 1200 درهم. شوفوا لي لونسومبل كيفاش كيجي، غزال غزال غزال. عزيزي قلنا تعليق حريه البحر، مرحبا لقيناها، مرحبا على الراس والعين. المهم الحاجه اللي كتعجبنا حنا راه كنجيبوها. جهاد دق البرا، شنو اللي بغيتي فيه بالضبط؟ عرفتك غير تقول لي. لي بوكل 1600 درهم، راه كيجيو دي بوكل اللي كبار البنات. وسنيسله 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. البراسي ديال رادكو 11800 درهم. ودابا غادي نوريكم رادكو رفيقه ديال العام. مرحبا غيزلان، انت غير خليكم معايا، غنوريكم دابا سنيسله ولا غورميت ديال الخريشات، وغنوريكم لي غادكو. سهام اجي نوريك حساب ديال رادكو، حسبها لي حيت غنبينها. وري شوف الكراماجات اللي كاينين تما، غنحداك وقولي لي. شوف الكراماجات، عطيني السيلو. هادو صافي غديريه نفس هادي 7.16. شحال هكا غتكتبيها؟ بنات بارطاجيو لايف. نعم يا رب تسمح لي، راه ما نحبش النقي كيعصب، حشمة صبارة بزاف. شوفي لا فاطمة ما عندناش، صافي ديري لي هاد باش نعاود انا نتاكد. صافي ديري لي هادي 4300 الاول. ولبس لكم السنيسه. الرقاق ما حاولش حيدتو منك. خاتم ديال الاناناسه يوسف، غير خليك معنا غنوريكم لونسون ديال الاناناسه. شوفوا ليا السنيسله ديال الخريشات فيها 2 4 6 7 ديال التعليقات. لاشين ديال الشوبار اللي غليظه البنات، الثمن ديالها 3000 درهم. ما
450. شوفوا لي السنيسله كيفاش كتجي، الثمن ديالها 3000 درهم. لا غورميت ديالها حتى هي ميم ديزاين، نفس الخريشات نفس لاشين. شوفوا لي كيفاش كيجي اونصومبل اللي خطير وصحيحه البنات. الثمن ديالها 2400 درهم وسنيسله 3000 درهم 450. شوفوا لي الكولي كيف قلت لكم 3000 درهم، لا غورميت 2400 درهم. حاولوا اي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين، اي حاجه بغيتوا تسولنا عليها اللي ما لقيتش الكومونتير ديالها تخلينا ميساج اون بريفي، راه غادي نجاوبوا على كل شيء على كاع لي ميساج. انصامبل ديال الهضامه كريستيان ديور سلمى حبيبتي ما كاينش، ما كاينش حاليا، غادي نوريكم الجميع، غنوريكم دابا انصامبل ديال اناناسه كامل. شدي لي هذه الحبه، ما عرفتش فين هو المقص. مريم عطيني مقص. حاولوا اي حاجه بغيتوها. لا غورميت ديال الكلو 2100 درهم هذه البنات 2100. المهم الكبير 850 300 صافي باينين. شنو مقص ما حطاشو ليا؟ سلاسل خفاف، غير خليك معايا شي ما انا غادي نعاود نوريهم ليك، واخا ديجا وريتهم غادي نعاود نوريهم ليك. انا نوريكم دابا اونصومبل ديال ديال الاناناسه. فوالا البنات شوفوا لي لونسومبل ديال ديال الاناناسه كامل البنات. شوفوا لي لونسومبل الاناناسه، راه معروف البنات على الاناناسه باللي راه الصح والعمل، كيجيو قاصحين. بالنسبه لي بوكل 2200 درهم، لا باك 1500، لا غورميت 3100 درهم، والسنيسله 2700 درهم. اما الا خديتي اونصومبل كامل كيبقى لكم 8400 درهم. اونصومبل في لي بوكل لا باك لا غورميت و لا شين بوندونتيف الثمن ديالو 8400 درهم، اللي هي 168000 ريال. 168000 ريال تاخدي اونصومبل كامل مكمول. حاولوا تبارطاجيو اللايف. بالنسبه لي غادكو هما هادو فوالا، كاينه هاد الاولى هادي لا تخليكم معايا، كاينه هاد الاولى هادي فيها 7 الغرام فاصله 16. بعد الغرام فاصله 16 الثمن ديالها 4300. هاد الثانيه هادي فيها 8 غرام فاصله 14 4850 درهم. الثالثه 9 غرام فاصله 16 5450 درهم. كاينه هاد الرابعه هادي 9 غرام فاصله 72 الثمن ديالها 5800. وهاد الخامسه 14 غرام فاصله 12 الثمن ديالها 8300 درهم. وهاد الاخرى هادي 15 غرام فاصله 84 9300 درهم. البنات اون فوا غادي نسالي لايف، انا كاع لي زارتيكل اللي درتهم ليكم في اللايف غادي نديرهم في ستوري، يعني اي وحده ما شافت شي حاجه مزيان غادي تدخل لي ستوري غتلقاوها. البنات وصلنا اخر لايف، غادي نعاود نوريكم سنيسله ديال الخريشات. حاولوا تستافدوا من هاد لا برومو ب 950 درهم، لي بوكل ديالها 1000 درهم
فوالا سنيس لا كتجي غزاله شي حاجه ديال ديما. حاولوا اي حاجه بغيتوها تواصلوا معنا في الخاص وفي الواتساب اللي هو هذا 086-00-4977 ولا في الماسنجر ولا الانستغرام، راه حنا كنجاوب البنات على كل شيء. واي حاجه بغيتوها ديروا ليها سكرين، خلي لي راه 4800. مرحبا غيزان، هانتي غير خلي لنا ميساج في الواتساب ولا في الميساجر ولا الانستغرام، خلينا السميه الكنيه لادريس والنمره ديالك باش لا كوموند ديالك دوز ليك ونخليوها لك، ما كاينش مشكل. مرحبا والف مرحبا، صراحه ما سخيتش بكم. وصلنا اخر لايف، حاولوا اي حاجه بغيتوها نعاود نقولها تواصلوا معنا في الخاص، وما تنساوش مجوهرات فاتين ذهبي حتى لعندك.